متى يتدخل الناتو مباشرة؟ هل يمكن أن يدخل الناتو؟ يعني الآن القصة هي إرسال سلاح، تمويل سلاح، شراء سلاح، هل يمكن أن يتدخل الناتو مباشرة؟ الناتو لا يستطيع التدخل في الأزمة الأوكرانية بشكل مباشر، لأن هذا لا يعني الأزمة أو المادة الخامسة من اتفاقية أو معاهدة واشنطن المؤسسة لحلف الناتو والتي تنظم الأمن الجماعي لا تنطبق على حالة أوكرانيا لأنها ليست عضو في الناتو، ولكن هذا لن يمنع القوى الأوروبية إلى مساعدة أوكرانيا بالسلاح، ولكن ليس تحت نص المادة الخامسة من اتفاقية حلف الناتو. شكرا دكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.